الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في الدرس 23 من دروس شرح اللغة التركية وفقا لمنهاج يدي إكليم تركتشا، وهو المنهاج المعتمد لدى معهد يونس إمرة بكل فروع العالم. ومن أجل ضمان مستوى تعليمي ممتاز، سنقوم بالشرح أنا وزوجي التركي الأستاذ إمرة سويا. نعم أصدقائي، قبل البدء بالدرس نود أن نعرفكم بشكل سريع على قناتنا. قناتنا باسم العروس الفلسطينية أو فلسطيني جيلين، وهي مختصة بتعليم اللغة التركية للعرب واللغة العربية للأتراك عن طريق الدروس وترجمة الفيديوهات والبرامج المتنوعة. كما نهتم بنشر ثقافة بلاد العرب والأتراك بشكل عام بالأمور المختلفة. تجدون أيضا في قناتنا شرح لمنهاج تومر إسطنبول، وهو المنهاج المعتمد في جميع جامعات ومعاهد إسطنبول التعليمية، ويعتبر من أهم وأفضل مناهج التعليم اللغة التركية على الإطلاق. أصدقائي، عندنا لكم مفاجآت كثيرة وفيديوهات منوعة ومفيدة. كل ما عليكم فعله هو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد. نعم، نبدأ بعون الله بدرسنا الوحدة السابعة الدرس الثالث. وقبل أن نبدأ أصدقائي، نود منكم أن لا تنسوا دعمنا على القناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، فذلك يكون بمثابة تشجيع لنا لنستمر بالشرح وتصوير فيديوهات جديدة. نعم، نبدأ بسم الله الدرس الوحدة السابعة الدرس الثالث، وهو بعنوان يعني face to face، يعني الملاقاة مباشرة. konuşalım. لنتحدث. hangisi size uygun؟ أيهم مناسب لكم؟ aşağıdaki fotoğraflar size neler hatırlatıyor? الصور التي في الأسفل ما بماذا تذكركم؟ davetiye okuyacak biz bunu. هذه بطاقة دعوة لحفل زفاف. يعني يوك أكمل جريك يوك بانجا. نعم، هنا يوجد بعض الصور. سنتحدث، نقول هذه الصور يعني بماذا تذكرنا. تستطيعون مشاركتنا أصدقائي بالتعليقات أسفل الفيديو ونحن نصحح لكم الأخطاء إن وجدت. ننتظر مشاركتكم. yazalım. لنكتب. kelimeleri birer cümlede kullanalım. الكلمات يعني لنستخدمها في جمل. davet etmek. davet etmek هي فعل الدعوة أو العزومة يعني. Fikri Bey bütün arkadaşlarını düğüne davet etti. السيد فكري قام بدعوة أصدقائه جميعهم إلى الفرح أو العرس. çağırmak. المنادى. Fikri Bey bütün arkadaşlarını düğüne çağırdı. فعل çağırmak هو فعل المنادى ويستخدم أيضا، يعني نحن أيضا في لهجتنا منقول مثلا نادى على العرس، يعني بمعنى عزمه أو دعا إلى العرس. وهنا نفس الجملة، قام بمناداة جميع أصدقائه للعرس. evlenmek. الزواج. Fikri Bey ile Selma Hanım evleniyor. السيد فكري والمدام سلمى يتزوجون. kutlamak. الاحتفال. Fikri Bey düğünü kutluyor. السيد فكري يحتفل بعرسه. eğlenmek. الاستمتاع أو نعم الاستمتاع. Fikri Bey eğleniyor. يعني يستمتع أو مش جاي على بالي الكلمة الثانية، يعني يستمتع. hediye almak. يشتري هدية. Fikri Bey arkadaşlarına hediye alıyor. يشتري لأصدقائه هدايا. hediye vermek. إعطاء الهدية. Fikri Bey arkadaşlarına hediye verdi. يعطي هدية لأصدقائه. الأولى يشتري يعني بمعنى يشتري هدية، والثانية يعطي هدية. yazalım. لنكتب. إيه ki doğdun Fatih. من حسن الحظ أنك ولدت يا فاتح. إيه ki doğdun يعني في اللغة التركية يستخدمونها بمعنى happy birthday. المعنى الحرفي لها هي من الجيد أو من حسن الحظ أنك ولدت. إيه ki doğdun. من حسن الحظ أنك ولدت. oğlumuzun ilk doğum gününü siz değerli dostlarımızla kutlamaktan mutluluk duyacağız. نحن سنشعر بالفرح لمشاركتكم بحفل عيد ميلاد ابننا الأول يا أصدقائنا الأعزاء، يعني بهذا المعنى. yer. المكان. تاريخ. التاريخ. صار. والساعة. هذه أصدقائي يعني موضة في تركيا، في أعياد الميلاد أيضا يقومون بطباعة دعوة ويوزعونها. فاتح kaç yaşında؟ فاتح كم عمره؟ فاتح 1 yaşında. عمره عام واحد. فاتح'in ailesi ne yapacak؟ ماذا سيفعل تفعل عائلة فاتح؟
Fatih'in doğum gününü kutlayacaklar. سيحتفلون بعيد ميلاده الأول. Yandaki davetiyenin eksik bilgilerini tamamlayalım. الدعوة الموجودة في على الجانب لنكمل المعلومات الناقصة فيها. Yer. المكان. Saray kafe. كتب يعني الكافيه اللي اسمه سراي. Tarih. التاريخ. Yani 02.03.2020. نعم اليوم الثاني من الشهر الثالث. Saat 18. الساعة 6. Ya da 6. نعم istediğinizi yazabilirsiniz. Evet. Ne Şimdi yaptık? Buradan aşağıya evet burayı yaptık. نعم ننتقل للقسم الرابع. Tamam. بعنوان yine mi? Evet, bilgisayar. Bu farklı. Bu bilgisayar çok güzel. Evet, okuyalım, cevaplayalım. لنقرأ ونجيب. Bilgisayar size ne diyor? ماذا يقول لكم الحاسوب؟ Bilgisayar konuşuyor. يتحدث الحاسوب. Birkaç günden beri gerçekten çok çalışıyorum. أنا أعمل حقاً يعني بمطولاً منذ أيام. Emre de çok çalışıyor. وإمرأة أيضاً يعمل كثيراً. Daha önce söyledim. قلت لكم قبل ذلك. Devamlı adres yazıyor. يكتب العناوين بشكل مستمر. Bunları yazıcı da yazdırıyor. وهؤلاء يعني هذه الأشياء أيضاً يكتبها على يجعل الكاتب يكتبها. Bugün kendisine sordum. Bir dakika yazıcı da yani printer mi? Printer'da yazdırıyor. Yani o yakın bir tıbaitha huna. Yani yakın aydan bir tıbaitha. Bugün kendisine sordum. Evet. Ana kumtu bir suali hilyavum. Güldü. Dahik. Önümüzdeki ay evlenecek. Seytezavvaj fil şehril kadem. Emre çok neşeli. Emre huve şahs yani مستمتع أو يعني مرح مرح نعم. Eğlenceli. نعم يستمتع. Ve farklı bir insan. وشخص مختلف. Arkadaşları ile iddiaya giriyor. دخل في ادعاء مع أصدقائه. Ankara'daki en kalabalık düğünü yapacak. سيقوم بعمل الحفل الزفاف الأكثر اكتظاظا في أنقرة. Davetli sayısı en fazla bu düğünde olacak. Ve fi hadha al-urus sayakun yani sayuzza al-bitaqat ad-da'wa al-akthar yani akthar adad bitaqat da'wa sayuzzaha. Bunun sonucunda rekorlar kitabına girecek. Ve bi nihaye sayadkhul ila kitab rekorlar. Guinness rekorlar kitabı var ya. Guinness gibi mi? Ha, Guinness aynı. O mu? جينيس راح يدخل على كتاب جينيس انه هو عمل اكثر حفل زفاف مكتظ. Bunun için gece gündüz adres yazıyor. لهذا السبب يقوم بكتابة العناوين منذ الصباح حتى المساء. Yorgunluğumun sebebini nihayet öğrendim. يعني واخيرا عرفت سبب تعبي. Bakalım bir şey mi yaptım. Maşallah devam. نعم الاسئله. Emre adresleri niçin yazıyor? لماذا يكتب العناوين Emre? Arkadaşlarını düğüne çağırmak için adreslerini yazıyor. يقوم بكتابة العناوين من أجل دعوة أصدقائه إلى العرس. Emre nasıl bir insan? كيف هو من أي نوع من الناس هو? Çok neşeli, eğlenceli ve farklı bir insan. نعم ممتع يعني ومرح. Emre'nin düğünü kalabalık olacak mı? هل سيكون حفل زفافه مكتظ كثيرا؟ Emre'ye göre kalabalık olacak. نعم حسب رأي Emre سيكون مكتظ هنا عديل Evet, bunu yanlış yazdık. نعم Emre متعود يكتب اسمه فمشان هيك كتبها غلط. أصدقائي للتنبيه بس Emre يعني زوجي اسمه Emre يعني E-M-R-A-H أما هذا الاسم هو اسم ثاني يعني يونس إمري وإمري هذا الاسم اسم ثاني ليس اسم زوجة أنا ليس إمران إمرا نعم مرتا ليس أنا إمرح إمرح دائما بيغلطوا باسمه اللي يعني أحيانا بنادو إمري أحيانا بنادو عمران أحيانا يعني فبيحب ينبه اسمه دائما نعم يا ظلام هو قسم الكتابة sizin bilgisayarınız nelerden şikayet ediyor? Hasubkum alhas min mada yeşku?
Merhaba, benim de biraz önceki bilgisayar gibi şikayetlerim var. مرحبا أنا أيضا عندي شكوى مثل الحاسوب الذي تحدث قبل قليل. أنا كتبت بعض الجمل نعم. هكذا. صاحبي çok oyun oynuyor. صاحبي هو يلعب كثيرا. Bu da beni çok yoruyor. وهذا الشيء يتعبني كثيرا. Her akşam film izliyor. يشاهد فيلم في كل مساء. Ve beni geç kapatıyor. ويغلقني متأخر. Yani devamını تستطيعون yazın. أيضا الدوام أصدقائي وكتابة جمل أخرى ومشاركتنا بها أسفل الفيديو. بننبسط كتير لما نشوف كومنتاتكم. نستنى منكم دعم إن شاء الله وكومنت، وإحنا بنصحح لكم الأخطاء إذا وجدت. القسم السادس İnceleyelim, konuşalım. لندقق ونتحدث. Evleniyorum. أتزوج. Esin. اسم الشخص اسم. Merhaba Ceren, çok bekledin mi? مرحبا جيران، هل انتظرت كثيرا؟ Merhaba Esin. Evet, aslında biraz bekledim. Saat 2'den beri buradayım. مرحبا اسم، نعم الحقيقة أنني انتظرت قليلا، أنا هنا منذ الساعة الثانية. Kusura bakma canım. Çok trafik vardı. أعتذر منك يا عزيزتي، كان يوجد ازدحام في الطريق. Bu yüzden geç kaldım. لهذا السبب تأخرت. Nasılsın? Neler yapıyorsun? كيف حالك؟ ماذا تفعلين؟ Uzun zamandır görüşmedik. منذ فترة طويلة لم نلتقي. Çok şükür iyiyim Esinciğim. أنا بخير، الحمد لله، يعني أنا بخير يا عزيزتي اسم. Evet. Aslı'nın düğününden beri görüşmedik. Sen nasılsın? نعم نحن لم نلتقي منذ من وقت عرس أصل، يعني أنت كيف حالك؟ Ben de iyiyim. أنا أيضا بخير. Bu sıralar çok yoğunum. هذه الأثناء يعني في هذا الزمان أنا مضغوطة كثيرا. Zaten seni de bu yüzden çağırdım. لهذا السبب أصلا أنا دعوتك. Evet, telefonda çok merak ettim. Hayırdır inşallah. نعم أنا صابني فضول على التلفون. إن شاء الله خير، خير إن شاء الله، يعني شوفي. Hazır هل mısın? أنت جاهزة؟ Söylüyorum. سأقول. Hadi Esin, söyle artık. هيا يا اسم احكي عاد يعني. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. İçecek bir şeyler ister misiniz? نعم أجل قرصون بهذه الأثناء وألهم طاب يومكم يا سيداتي، أهلا وسهلا بكم، هل تريدون شرب شيء معين؟ Tam zamanında geldiniz. جئت في الوقت المناسب. Affedersiniz, anlamadım efendim. المعذرة، لم أفهم يا سيدتي. Ben bir Türk kahvesi istiyorum dedim. لقد قلت أنني أريد قهوة تركية، واحد قهوة تركية. Ben de bir çay istiyorum. وأنا أيضا أريد شاي. Yiyecek bir şeyler ister هل misiniz? تريدون شيئا يؤكل؟ Teşekkür ederim, ben istemiyorum. شكرا أنا لا أريد. Ben bir porsiyon börek istiyorum. أنا أريد يعني بورسيون واحد من البرك أو الفطائر، يعني فطائر لشخص واحد. Tamam efendim, siparişlerinizi hemen getiriyorum. حسنا يا سيدتي، سأحضر طلبكم مباشرة. Evet Esin, ne diyordun? نعم يا اسم، ماذا كنت تقولين؟ Tamam, kızma, söylüyorum. حسنا حسنا، لا تغضبي، سأقول. Ben evleniyorum. أنا سأتزوج. Ne? Ciddi misin? ماذا؟ هل أنت جادة؟ Evet, çok ciddiyim. Hem de bir ay sonra. نعم أنا جادة جدا، حتى أنني سأتزوج بعد شهر واحد. Ağustos'un 17'sinde düğünüm var. نصغرها قليلا إمرأة، Tamam. نصغر الشاشة قليلا. تقولها حتى أنني سأتزوج بعد شهر، عرسي في 17 من أغسطس. O bizimle mi evlenmiş Bu da senin davetiyen. ya؟ وهذه دعوة العرس، يعني بطاقة الدعوة خاصتك. Aa, bakayım. لأنظر. Çok güzel. جميلة جدا. Gerçekten çok sevindim. يا فرحت كثيرا حقا يعني. Peki kim bu şanslı damat adayı? حسنا من هذا العريس المحظوظ؟ Ben tanıyor muyum? هل أنا أعرفه؟ Bir de ne zamandır görüşüyorsunuz? ومنذ متى تلتقون يعني أو تعرفوا بعض؟ Dur canım, sakin ol. توقفي يا عزيزتي، اهدئي. Tek tek sor sorularını. يعني اسألي سؤال سؤال.
Sana asıl sürprizim de bu. يعني السبريز اللي بدي احكي لك اياها اصلا هي هذه. Damat adayını çok iyi tanıyorsun. يعني انت تعرفين العريس كثير يعني كثير منيح. Gerçekten mi? Sen beni meraktan öldüreceksin bugün. حقاً أنت ستقتليني اليوم من الفضول. Sizce damat adayı kim? من برأيكم من هو هذا العريس؟ Sizce bu konuşma nasıl devam ediyor? برأيكم هذه المحادثة كيف ستكمل؟ يعني أكمل هذا النص أصدقائي من خيالكم. نستنى منكم يعني إكمال النص في الكومنتات أسفل الفيديو. القسم التالي أصدقائي قسم الدلمة، قسم الاستماع سيكون لها فيديوهات خاصة، نقوم بوضع الملف الصوتي وترجمته وحل الأسئلة سويا. أما الآن سننتقل إلى القسم التالي وهو قسم İnceleyelim. لندقق. Yağmur ne zaman başladı? المطر منذ متى بدأ؟ Pazar günü başladı ve hala devam ediyor. بدأ يوم الأحد و هو مستمر حتى الآن. Yani yağmur pazar gününden beri yağıyor mu? يعني المطر هو يمطر منذ يوم الأحد. Evet. نعم. هنا يشرح لنا قاعدة أصدقائي هي قاعدة then أو done أو ten أو tan beri. وهي نفسها در يعني then beri أو در. التنتين بيعطوا نفس المعنى وهو مدة بيحكي عن مدة معينة إشي بدأ في الماضي ولكنه مستمر حتى الآن. يعني بدأ في الماضي وما انتهى، هو بدأ في الماضي ومستمر حتى الآن. يعني مثلا أنا في تركيا منذ 3 سنوات، في اللغة العربية منذ 3 سنوات. منذ هذه شو يعني؟ أنا جيت على تركيا وحتى الآن أنا في تركيا، ما جيت ورجعت. بهذا الشكل. المطر متى بدأ؟ بدأ من يوم الأحد وهو حتى الآن لسه عم بتمطر. بهذا الشكل هذه القاعدة. نأخذ الجمل المكتوب عليها. القسم التاسع بعنوان Yazalım. لنكتب. Ne yapıyor? ماذا يفعل؟ Kız konuşmaya yarım saat önce başladı ve hala konuşuyor. الفتاة بدأت الحديث منذ نصف ساعة وحتى الآن تتحدث. يعني لساتها على التلفون، ما سكرت. فنقول Kız yarım saatten beri telefonla konuşuyor. الفتاة تتحدث في الهاتف منذ نصف ساعة. منذ نصف ساعة أو Kız yarım saattir telefonla konuşuyor. هي تتحدث في الهاتف منذ نصف ساعة. التنتين نفس المعنى أصدقائي، إما دن بري أو در أو تر، طبعا حسب آخر حرف صوتي في الكلمة وقاعدة في استكشاف شهب. Çocuk bir saat önce oyuna başladı ve hala oynuyor. الشاب يعني بدأ في اللعب من ساعة وحتى الآن هو يلعب. Çocuk bir saatten beri oyun oynuyor. هو يلعب منذ ساعة. Çocuk bir saattir oyun oynuyor. هو يلعب منذ ساعة. بنفس الشكل أصدقائي الجملة الثالثة. Öğrenci sabah kütüphanede kitap okumaya başladı ve hala okuyor. الطالب أو الطالبة هنا بدأت راحت على المكتبة وبدأت في القراءة منذ الصباح وحتى الآن هي تقرأ. Öğrenci sabahtan beri kitap okuyor. الطالبة هي تقرأ منذ الصباح، أو ممكن كتابتها في الشكل التالي. بنستنى منكم كتابتها لنا في الكومنتات أسفل الفيديو باستخدام هذه القاعدة. Enes babasına son mektubunu 2 ay önce yazdı ve daha sonra yazmadı. Anas كتب رسالة لأبوه يعني منذ شهرين وبعدها لم يكتب. Enes 2 aydır mektup yazmıyor. Anas هو لا يكتب رسالة لوالده منذ شهرين. Enes 2 aydan beri mektup yazmıyor. هو لا يكتب منذ شهرين. نفس الشكل. Serbest okuma. Bu ne? Haberleşme. تبادل الأخبار. Türkler eski zamanlardan beri haberleşmeye çok önem verdiler. الأتراك هم منذ الزمان الماضي يعطون تبادل الأخبار أهمية. Haberciler bazen tek başlarına bazen de kervanlarla haber götürdüler. يعني
اللي بينقلوا الأخبار أحيانا كانوا يروحوا لوحدهم وأحيانا عن طريق كرفان كانوا ينقلوا الأخبار. Selçuklu Türkleri kervancılık hayatını Türkistan'dan Anadolu'ya getirdi. Selçuklu Türkleri Selçuklu Devleti'nin de yaşayanlar. Yani devlet Selçukiye kervan aynı şekilde develerle gidiliyor. Yani kanı yoruhu bir mecmuat kervan Türkistan'dan Anadolu'ya getirdi. Yani kanı yönülür akbar min Türkistan hatta Anadolu. Ve an tariq kervanlar. Kervanlar yani kafile yüzlerce yıl yük ve haber taşıdılar. الكرفانلار الكرفانات او الحوافل القوافل عفوا القوافل يعني منذ مئات السنين حملت البضاعة والأخبار. Uzun yolculuklarda yol üstündeki kervansaraylarda dinlendiler. ومنذ يوك في الطرق الطويلة أو رحلاتهم الطويلة يعني هون كانوا يرتاحون. Kervansaraylar mebna, bir mana mebna. Kervanlar geliyorlar, otel gibi düşün. Burada dinleniyorlar, sonra yoluna devam كانوا ediyorlar. محطات يرتاحوا فيها. نعم. Osmanlı Devleti'nde habercilerin farklı görevleri vardı. في الدولة العثمانية كان اللي بينقلوا الأخبار وظائف ثانية. Bir kısmı acil haberleri ulaştırdı. قسم منهم كان ينقل الأخبار العاجلة. Bir kısmı da normal haber veya mektup götürdü. وقسم منهم كان ينقل الأخبار العادية يعني الأخبار العادية والمكاتب. Bu habercilere ulak adını verdiler. أعطوهم هذا الاسم سموهم يعني أولاك. Bugün de ulak kelimesini özel haberciler için nadiren kullanıyoruz. هذه الكلمة أولاك كانت تستخدم في الزمن العثماني حاليا هي يعني تستخدم بشكل نادر جدا. Bu kelimeyi internet haberleşmelerinde de görmek mümkündür. هذه الكلمة أيضا ممكن يعني نشوفها في تبادل الأخبار عن طريق الإنترنت. Yazalım. دور بدقة. نعم قسم الكتابة سنستخدم هذه الكلمات في كتابة جمل. Evlenmek. الزواج. Davetiye. بطاقة الدعوة. Paylaşmak. النشر. شير. Çağırmak. المنادى. Kutlamak. الاحتفال. Hediye almak. أخذ الهدية. Davetli. مدعو. Düğün. عرس أو فرح. Neşeli. مرح. Kaygılı. يعني منزلق. Endişeli ne olabilir? Ne olacak ne olacak falan bu işler ha. يعني متوتر يعني متوتر هيك مطلو مبسوط أفكالي غضبان. نعم أصدقائي هذه الكلمات سنستخدمها في كتابة جمل ومنستمع منكم مشاركتنا فيها. أما değerlendirme var burada. Testler onları yapmamız lazım. Tamam. Evet. نستنى منكم مشاركتنا في الجمل في التعليقات أسفل الفيديو. هون يعني الأسئلة الخاصة بالوحدة كاملة. فيل أصلاً daha ağırdır. الفيل هو أثقل من الأسد. Saat 5'ten beri yağmur yağıyor. المطر يمطر منذ الساعة الخامسة. Zürafa ayıdan daha uzundur. الزرافة هي أطول من الدب. Ben arkadaşımla 1998 yılından beri mektuplaşıyorum. أنا أتواصل أو أكتب المكاتب لصديقي منذ عام 1998. Balinalar dünyanın en büyük hayvanlarıdır. البالينالار الحوت هو أكبر حيوان في الدنيا. Orhan geçen haftadan beri hastanede yatıyor. Orhan هو منذ الأسبوع الماضي ينام في المستشفى. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. İstanbul هي المدينة الأكثر ازدحاما أو اكتظاظا في تركيا. İnsanlar eski zamanlarda haberleşmek için daha çok hangisini kullandı? الناس في الزمان الماضي من أجل تبادل الأخبار
أي من هذه الأشياء كانوا يستخدموه؟ Davul. الطبلة. Seni 10 yıldır bekliyorlar. ينتظرونك منذ 10 سنوات. Şimdi internet sayesinde geçmiş yıllardan daha kolay haberleşiyoruz. نحن الآن نتبادل الأخبار يعني بفضل الإنترنت نتبادل الأخبار بشكل أسهل. نعم بهذا الشكل أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. نأمل أن يكون مفيدا بالنسبة لكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق، فهو بمثابة تشجيع لنا لنستمر بشرح باقي الدروس. ولا تنسوا متابعة القناة ومشاهدة الفيديوهات الأخرى وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار عند رفع أي درس أو أي فيديو جديد. لينك تحميل الكتاب تجدونه بصندوق الوصف لمن يحتاج إليه، وكذلك لينك صفحتنا على الإنستغرام نشارك عليها العديد من الأمثال الشعبية التركية والبوستات المفيدة. أنا العروس الفلسطينية، انتظروني بدروس قادمة. في أمان الله.